مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة في صدى الأقلام، نرصد في هذه الجولة أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية بعد أهم العناوين. البداية من المدى، نواب يغلقون الباب أمام خفض الدولار بترحيله إلى موازنة عام 2003. في موقع يقين أو ألترا عراق، البنك المركزي يحذر الحكومة من إبرام صفقات أو دفع أموال إلى روسيا. وفي موقع يقينت العراق، خبير قانوني حل لجنة مكافحة الفساد يعرض العراق لعقوبات دولية. أقرأ في القدس العربي، موسكو تعلن قتل 498 جنديا روسيا في أوكرانيا في أولى حصيلة للقتلى منذ الغزو. وفي صحيفة أتلانتيك، في أسبوع واحد غزو بوتين لأوكرانيا أنهى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. نقرأ في وول ستريت جورنال، واشنطن تخفق بإقناع شركائها في الشرق الأوسط دعم موقفها مع بوتين أو مساعدتها بالنفط. في التايمز، سياسة العقوبات لم تنجح في سوريا وستزيد بوتين خطورة. بشأن اتفاق الإمارات وتركيا مع إيران الذي يقلل من أهمية العراق التجارية، كتب أحمد عيد مقالا جاء فيه: وقعت الإمارات العربية المتحدة وتركيا بعض الاتفاقيات التي تشمل مجالات مختلفة، منها توقيع مذكرة تتضمن تفعيل خط نقل بري بين البلدين عبر الأراضي الإيرانية، هدفه تقليص مدة الشحن بين تركيا والإمارات إلى 7 أيام فقط بعدما كانت تمر عبر البحر بمدة تتجاوز 20 يوما، بمعنى أن أي شحنة تغادر اسطنبول مثلا متوجهة إلى الإمارات فإنها ستستغرق ما بين 25 إلى 28 يوما عبر البحر، إلا أنها لن تستغرق سوى 7 إلى 10 أيام إذا ما توجهت برا عبر الأراضي الإيرانية. وأن سبب توجه البلدين نحو إيران بدل العراق هو غياب السياسة الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة وغياب التخطيط القريب والبعيد المدى للدولة العراقية بعد عام 2003، والتي تتمثل بعدة عوامل في مقدمتها الأمن وخدمات الطرق. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يكن العراق هو الممر البري بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا؟ العراق بعد 2003 لم يعد يستفيد من موقعه الجيوسياسي الذي يمكن أن يدر عليه أموالاً طائلة، خاصة وأن العراق يعد نقطة البوصلة وحلقة الوصل بين الشرق والغرب، فضلاً عن وجود عوامل أخرى تتعلق بالطبيعة الجغرافية والمساحة وطول خط السير وسهولة الوصول من وإلى المنافذ الحدودية. إلا أن المشكلة في العراق كبيرة للغاية بسبب عدم وجود استراتيجيات اقتصادية وتخطيط لتنمية تجارية اقتصادية شاملة، فالبلد غائب تماماً عن اتفاقيات ومعاهدات التجارة العالمية والدولية، وهناك قيود أضعفت دور العراق في المساهمة بالتجارة الدولية، منها أن البلد يعد بلداً مستورداً ولا يمتلك القدرة التنافسية على التصدير، والمنهج الريعي النفطي الذي يسير عليه الاقتصاد العراقي والذي يقع ضمن مجموعة المواد الخام التي تخضع لمعايير منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن وجود اختلالات هيكلية في التجارة العراقية الخارجية تمنع الاقتصاد العراقي من الانضمام إلى المنظمة العالمية، لأن انضمامه سيؤدي إلى أضرار جسيمة في نشاطه الاقتصادي وإمكانياته المادية لعدم وجود منتج محلي سواء كان صناعي أو زراعي ينافس المنتجات الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الآمال في إحياء منظومته التجارية. أضاف الكاتب: هناك معوقة أخرى تعيق تطور استخدام الأراضي العراقية لمرور البضائع الدولية، منها شبكة الطرق المتهالكة،
فالبلد يحتاج إلى أمن وشبكة طرق رئيسة دولية تكون خارج المدن وتكون مؤمنة وتضم شبكة كاملة من الخدمات والجسور والمناطق الآمنة والمحرمة، وتصل هذه الطرق بين جميع المدن لاختصار الزمن والمسافة، على الرغم من أن جميع الطرق تتجمع في رأس الخليج العربي، ويمثل العراق المحور الاستراتيجي من خلال موقعه الجغرافي في قلب خط طريق الحرير، إلا أن هذا الاتفاق مع غير العراق أصبح أمر واقع. سلط تقرير صحفي الضوء على الصعوبات القانونية واللوجستية التي تواجه نقل غاز كردستان إلى تركيا بالتزامن مع الأزمة التي سببتها طهران بقطع الغاز عن أنقرة. وبحسب التقرير الذي نشره موقع ميدل ستايل بريطاني، حمل عنوان نقل غاز كردستان العراق إلى تركيا، فنتابع تفاصيله. القول أسهل من الفعل، فإنه رغم التحديات القانونية تعمل حكومة إقليم كردستان العراق على خطط لنقل غاز كردستان إلى تركيا بعدما أبرمت اتفاقا مع شركة كار جروب لبناء خط أنابيب غاز جديد من السليمانية إلى أربيل أولا ثم إلى دهوك خلال الأشهر 16 التالية من أجل الإنتاج المحلي للكهرباء. وأضاف التقرير أن قطع إيران إمدادات الغاز عن تركيا لأسباب لم تكن مقنعة، ما جعل أنقرة تكثف سبل البحث عن بديل وتسعى إلى استيراد الغاز الطبيعي من إقليم كردستان العراق، لكنها مهمة ليست سهلة من الناحية العملية والقانونية كذلك. ولفت التقرير إلى أن إيران قطعت إمدادات الغاز عن تركيا الشهر الماضي يناير كانون الثاني، ملقية باللوم عليها في خطأ فني بخط الأنابيب. وجدت أنقرة نفسها أمام معضلة، إما أن تمنع إمدادات الغاز عن المناطق السكنية في وقت كان الطقس الشتوي القارس يضرب البلاد فيه، أو وقف الإمدادات عن المناطق الصناعية. وأشار إلى أن هذا السبب كان وراء لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس أقليم كردستان العراق نيتشرفان بارزاني في وقت سابق من هذا الشهر فبراير شباط، حيث طلب أردوغان من نظيره الكردي المساعدة في استيراد الغاز من الاحتياطيات غير المستغلة إلى حد كبير في كردستان العراق، والتي تقدر ب 25 تريليون قدم مكعبة. وبحسب التقرير فإن الفكرة تواجه الكثير من العقبات القانونية والفنية بعدما ألغت المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذا الأسبوع قانونا يتعلق بالنفط والغاز يعود لعام 2007. هذا وقال مسؤولان تركيان بارزان لموقع ميدل إيستايل البريطاني إن أنقرة كانت تنوي مناقشة المسألة مع بغداد أولاً حتى قبل قرار المحكمة. قال أحدهما: نعرف أن هذا الأمر يجب علينا الحديث بشأنه مع الحكومة العراقية والحصول على موافقتها، وبالتالي فإن حكم المحكمة الأخير غير مهم، لكن التطبيق لن يكون سهلاً أيضاً. نترك ما يحدث في عالم السياسة من تطورات مهمة لنذهب إلى الرياضة، إذ يقول الكاتب سامر إلياس سعيد: هل يصح أن نطلق على دورينا الممتاز بدور الإقالات بهذا العدد الكبير من المدربين ممن باتوا ينهون مشوارهم عن دية الدوري بصور شتى من الاستقالة أو الإقالة في صورة قاتمة عن التعامل الذي يبديه النادي مع مدربه نظرا للنتائج المتحققة، مما يثير كثيرا من الأسئلة المثارة عن مسؤولية المدرب عن تلك النتائج، أو بصورة أدق الرؤية التي يمتلكها كل مدرب لينفذ من خلالها استراتيجيته القائمة على النهوض بالفريق الذي يقوده في غمار الدوري الممتاز. دعونا قبل كل شيء أن نضيف اسماً آخر لقائمة 23 مدرباً الذين تباينت صور الاستغناء عنهم من قبل أنديتهم بسبب إقالتهم من قبلها أو قرار الاستقالة الذي اتخذه المدرب. فلغاية قبل يومين فقط من كتابة هذا المقال، وربما الحبل على الجرار،
دخل المدرب العراقي المحترف أمين فيليب تلك القائمة ليصبح المدرب 24 ضمن قائمة المدربين الذين أقيلوا من تدريب فرقهم أو اضطر البعض الآخر للاستقالة هربا من أتون النتائج المهزوزة التي منيت بها فرقهم. إن الدوري الممتاز عادة ما يوصف بكونه فقيراً فنياً في ضوء شهادة المدربين، ومنهم المدرب حسن أحمد الذي أشار إلى هذا الأمر من خلال تصريحه عبر لقاء أجرته مجلة عراقية أفاد من خلاله إلى أن الدوري تراجع من حيث الإثارة والندية التي تحكم مبارياته، لكنه ما زال فاعلاً من جهة إنتاج المواهب والإمكانيات الكروية التي عادة ما كانت الكرة العراقية توصف بكونها ولادة للمواهب الكروية الفاعلة. أبرزت لائحة المدربين المقالين تذبذب الإدارات الكروية بنهجها في تغيير مدربيها وعدم الاستقرار عليهم. أضاف الكاتب في هذا الخبر الرياضي: لذلك نجد على سبيل المثال فريق نادي سامراء الذي لم يستقر على مدرب منذ انطلاق الدوري حتى الآن. بدأ الدوري مع المدرب أحمد كاظم، مرورا بالمدربين سامي بحث، وعاد للاستعانة بالمدرب أحمد كاظم قبل أن يقيل خلفه المدرب سامر سعيد، فضلا عن نماذج أخرى كأندية أربيل، الميناء، الكرخ، بالاستغناء عن رزاق فرحان وحسن أحمد، وكذلك نادي نفط ميسان بالاستغناء عن أسعد عبد الرزاق. نعود إلى الأخبار المهمة التي تهم العالم، إذ نقرأ في افتتاحية القدس العربي التي جاء فيها: بين أكثر جوانب الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية مأساوية اضطرار مئات الآلاف إلى النزوح القسري نحو بولندا، سلوفيكيا، ورومانيا، وهنغاريا، ومولدوفيا، والدول الأخرى المجاورة، وسط مخاوف متزايدة من وصول الأعمال العسكرية إلى مستويات أشد عنفاً وتدميراً، ووسط قلق عميق من المستقبل والمصير على مدى المفوضية الخاصة. قريب أم بعيد بشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الأخرى المختلفة ذات الصلة، فقد باتت تتحدث عن قرابة نصف مليون لاجئ أوكراني غادروا مساكنهم في عشرات القرى والبلدات والمدن، وثمة معطيات تؤكد احتمال تزايد أعداد اللاجئين إلى ما يقارب 4 ملايين. هذه سياسات حميدة جديرة بالترحيب، رغم أنها سلوك الحدود الدنيا المنتظرة في التعامل مع معاناة الملايين من مواطني أوكرانيا الذين شردهم الاجتياح الروسي، خاصة في صفوف الأطفال والنساء والشيوخ. ولا يعكر صفو هذا التراحم الإنساني المثالي سوى الحقائق الساطعة حول التناقض الصارخ بين الترحيب الراهن الحار بلاجئي أوكرانيا مقابل سياسات إغلاق الحدود والطرد والتنكيل والترهيب التي اعتمدتها الغالبية الساحقة من هذه الدول في وجه موجات اللجوء من أفغانستان أو سوريا أو العراق في أزمنة سابقة غير بعيدة. ويصعب أن تمحى من الذاكرة مشاهد لهاث المواطنين الأفغان خلف أجنحة طائرة تقلع من مطار كابول، أو تلك المصورة الهنغارية التي كانت تركل اللاجئين أو تعرقل مسيرهم على الحدود مع صربيا، أو دفع مئات اللاجئين إلى المجهول وأخطار الجوع والموت في غابة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. لا تنسى أيضاً مواقف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الذي كان في كانون الأول ديسمبر الماضي قد توعد لاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بأن أي منهم لن يدخل، وتصريحه مؤخراً بأن جميع اللاجئين من أوكرانيا سوف يدخلوا. وفي سياق تصاعد الفوارق الصارخة بين تراحم حار بحسب تعبير الكاتب وهنا وتمييز عنصري هناك، لم تسلم بعض وسائل أعلام عالمية كبرى من العدوى نفسها لدى مراسلين مخضرمين، فتكاثر الحديث عن اختلاف لاجئي أوكرانيا عن آخرين أتوا من العراق أو سوريا أو أفغانستان أو أفريقيا، وبلغ هذا الانحطاط درجة تصنيف الشرائح الأوكرانية طبقا للعيون الزرق، الشعر الأشقر،
والطبقة المتوسطة المثقفة. صحيح أن أواصر القربة والتاريخ والثقافة تجمع الهنغارية مع الأوكراني أكثر بكثير من جمعه مع الأفغاني مثلا، لكن العذاب الإنساني ليس له بشرة بيضاء وأخرى سمراء، فكيف حين تكون الحروب التي يشعلها الطغاة والمستبدون مطحنة آلام البشر؟ إلى صحيفة وول ستريت جورنال، ففي تقرير لها ذكرت أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية لحشد الدعم على روسيا في غزوها أوكرانيا لم تحقق نتائج ملموسة في الشرق الأوسط. حتى الآن قاوم حلفاء واشنطن في المنطقة الضغوط من أجل التخلي عن موسكو. إدارة الرئيس جو بايدن تدفع حلفائها الأقرب في الشرق الأوسط لدعم جهودها في الحرب على أوكرانيا والمساعدة في تخفيف الآثار الاقتصادية بدون أن يكون لديها إنجازات في هذا الجانب. ومن ملكيات الخليج إلى إسرائيل، يقف حلفاء الولايات المتحدة على الحياد أو يخففون من نقدهم لموسكو في إشارات عن زيادة التأثير الروسي في المنطقة. ورفضت السعودية التي تعتبر زعيمة منظمة النفط الفعلية مطالب الولايات المتحدة لزيادة معدلات إنتاج النفط والمساعدة في وقف زيادة الأسعار التي وصلت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد وسط مخاوف من عمليات التزويد بعد الغزو الروسي. وقالت الصحيفة إن الإمارات العربية المتحدة التي تستقبل قوات أمريكية على أراضيها تجاهلت ضغوط الإدارة وامتنعت عن التصويت في مجلس الأمن أثناء مداولات حول مشروع قرار يشجب العدوان الروسي على أوكرانيا. وحتى إسرائيل التي تعتبر أهم حليف للولايات المتحدة رفضت طلباً أوكرانيا بتوفير المعدات العسكرية مثل الخوذ الواقية والسترات حسب السفير الأوكراني يفغين كورنيشاك. وتخشى إسرائيل من اتخاذ مواقف في الحرب الدائرة والتعبير عن موقف مضاد لموسكو بحيث يدفع القوات الروسية في روسيا للرد والتدخل في الحملة الطويلة التي يقوم بها الطيران الإسرائيلي ضد الجماعات التي تدعمها إيران حسب المسؤولين الإسرائيليين. ونقلت صحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن الرد الدبلوماسي في المنطقة كان حذراً أكثر مما كانت تأمله واشنطن، لكنه أضاف أن هناك اتفاقاً أكثر مما يبدو في العلن بشأن أهمية تهدئة الأسواق وتجنب الهزات لو أطال الرئيس فلاديمير بوتين حملته في أوكرانيا. إلى صحيفة تايمز تحت عنوان سياسة العقوبات لم تنجح في سوريا وستزيد بوتين خطورة، جاء فيه بالنسبة للسوريين الذين تجمعوا معا في خيامهم وسط الشتاء البارد فإن القصف على كييف هو أمر فظيع يعرفونه، وبالنسبة أيضا للذين يعيشون في أجزاء أخرى من سوريا وفي المناطق الخاضعة لبشار الأسد فإنهم سيراقبون جزءا مختلفا من الحرب الأوكرانية، أي العقوبات الغربية التي أعلنها في الأيام الماضية وأحدثت هزات في الاقتصاد. فقد تشكلت طوابير طويلة من الروس تذكر بأيام الاتحاد السوفيتي أمام آلات الصرف الآلي، وبدأ واضحا أن هذه العقوبات بدلا من إيقاف تصدير الغاز فإنها تستهدف جوهر النظام المالي في روسيا القائم على 640 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي والبنك المركزي الروسي. بالنسبة لعوام الروس فكما في حال عوام السوريين والبريطانيين لا يفهمون التفاصيل الدقيقة للعملات الورقية، ولكنهم يعرفون متى يجب عليهم الحصول على العملات الصعبة قبل أن تختفي في الثقب الأسود. ويقول الناتو أنه لن يذهب إلى حرب مع روسيا من أجل أوكرانيا، ولكن سياسة العقوبات هي الأقرب للحرب كما ثبت مرة بعد أخرى في العقوبات التي فرضت على صدام حسين وسوريا التي شل اقتصادها بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، وما حدث لإيران منذ تمزيق دونالد ترامب الاتفاقية النووية في عام 2018 وكوريا الشمالية التي تعيش أيضا عقوبات دائمة.
بالنسبة للسوريين الذين تجمعوا معا في خيامهم وسط الشتاء البارد، فإن القصف على كييف هو أمر فظيع يعرفونه. وبالنسبة للذين يعيشون في أجزاء أخرى من سوريا وفي المناطق الخاضعة لبشار الأسد، فإنهم سيراقبون جزءا مختلفا من الحرب الأوكرانية، أي العقوبات الغربية التي أعلن عنها في الأيام الماضية وأحدثت هزات في الاقتصاد الروسي. فقد تشكلت طوابير طويلة تذكر بأيام الاتحاد السوفيتي أمام آلات الصرف الآلي، كما بدا واضحا أن هذه العقوبات بدلا من وقف تصدير الغاز فإنها تستهدف جوهر النظام المالي في روسيا والقائم على 640 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي والبنك المركزي الروسي. وبالنسبة للروس العاديين، كما في حالة السوريين العاديين وحتى البريطانيين العاديين، لا يفهمون التفاصيل الدقيقة للعملات الورقية، ولكنهم يعرفون متى يجب عليهم الحصول على العملات الصعبة قبل أن تختفي في الثقب الأسود. ويقول الناتو إنه لن يذهب إلى حرب مع روسيا من أجل أوكرانيا، ولكن سياسة العقوبات هي الأقرب للحرب، كما ثبت مرة بعد الأخرى في العقوبات التي فرضت على صدام حسين وسوريا التي شل اقتصادها بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، وما حدث لإيران منذ تمزيق دونالد ترامب الاتفاقية النووية في عام 2018 وكوريا الشمالية التي تعيش عقوبات دائمة. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، إلى اللقاء.